في هذه الأمسية، ومعنا حامد بن غيدة من لندن. مساء الخير يا حامد. مساء النور والسرور، الله يحييك. الله يحييك يا حامد، شكل الغربة مسويت لك شغل يا حامد. ها؟ بتسمع القصيدة اليوم متدري عادي إذا الغربة مسوية شغل ولا لا. الله يحييكم، تفضل يا حامد. لا والله مشاركة بسيطة، 10 ريال تقريبا، أتمنى أنها تنال إعجابك وإعجاب الجمهور كله. الله يحييك، تفضل يا حامد. مرحبا يا يقول سايق التاكسي شديتك لا تضيق، طالبك تكفى ما دام الله لنا، لا توديني مع هذا الطريق، ذكرياتي كلها كانت هنا، هو يليق الحكي ولا ما يليق، انشكينا ما فهمت اللي بنا، لعنب ولندن وصدر ما يضيق، جيتها طيب وفرقت الهنا، ولعنب وصدر انكتمت بالحريق لين ذاب ومن حريقه مغتنى، ولعنب ومتني شبع حزن وضيق وقال ما به للشمول الا انا، والله لو حمل على قمة الطويق لا يطيح من المتاعب، والعنى راحت اللي كانت بعيني تليق وبعدها مبغي سعاد، ولا منى أسكر من الحزن في الذكرى وفيق، لين ضاعت في الرجاء كل المنى، الوداع أجل من فقد الرفيق والحزن من وين ما رحنا لنا، وسلامتكم جميع. ما قال يسلم يا حامد. حامد أنا أتمنى أن نثبت حاجة، أتمنى أن ما يسمعونك الطلاب اللي توهم خلصين الثانوية. ليه؟ عشان ما يصير سبب يعيقهم ما يطلعون. إيه، نسمع الكلام هذا، قالوا شنو في لندن وضيقتك. لكن اجمالا انتم كشباب هناك حامد، يعني اسمح لي شوي ادردش معك بشكل سريع، انتم كشباب قريين هناك ما تتلاقون مع بعض او كخليجيين ايضا؟ لا والله دايم جمع مع بعض، لكن عاد الجامعه هي سبت الضيق، اذا سولف حدهم عن دارك هنا الضيق. الله يوسع خطركم ان شاء الله ويرجعكم الى بالسلامه. حامد حياك الله، الله يسلمك، ويرضى الله وجهك، حياك الله.